لسه لغايه دلوقتي جايز في ناس اللي هم يقولوا ادخل اوضه عمليات ومناظير تدخل وفتح او حتى لو خروم صغيره هعيش بيها. دي كلها يعني حاجات متداوله ما بين الناس فعلا بيقولوها. درجات الامان، هل فعلا المناظير دلوقتي او جراحه المناظير مع تقدم التكنولوجي زي كده ما دكتور فوزي قال ده بقى بيساعد ان المريض دلوقتي بقى بيدخل ان هو مرتاح خصوصا في جراحات السنه؟ مما لا فيه شك طبعا. احنا قبل سنه التسعينات، قبل ما قبل التسعينات وما بعد التسعينات، ربطنا الجراحه بتاعتنا بالتكنولوجي. يعني مثلا الكاميرات اللي بيتكلم عليها الدكتور فوزي بقت كاميرات هاي ديفينيشن، بنشوف بيها طبعا ادق التفاصيل. فاصبحت الجراحات امنه بشكل مش عايز اقول لك كبير جدا. بنشوف حاجات ما كناش بنشوفها فعلا قبل كده بماجنيفيكيشن، بتكبير. فاصبحت مما لا فيه شك طبعا الجراحات بقت اسهل وامن من ما قبل جراحه المناظير ديفنتلي. وطبعا كل ما زاد حجم الدهون وجدار البطن السميك دوت، كل ما كانت الجراحات التقليديه اصعب، وكانت جراحات المناظير بنعدي كل هذه الاوبستكلز او اللي نسميها يعني العقبات اللي بتقابلنا دي من فتحات صغيره خالص، والعيان ما بيحسش بيها بعد العمليه وما بتسيبش الا اثار بسيطه جدا. بالعكس ده احنا كمان طورنا كمان جراحات المناظير بقت من فتحه واحده بس، بحيث ما بنسيبش اي جرح خالص في بطن العيال.